اسكو سمعت ديجا بعقدة الحب الجزائرية The Algerian Love Knot أو لولو دامور ألجيريا، إما لا تبع مليح. في القرن 16 كانت من عادة البحري الجزائري قبل ما يخرج للبحر يصيد ولا يعمل الحرب كان ياخذ الحبل ويخدم منه واحد العقدة شابة وليمدها للزوجة ديالو ولا للمرأة اللي يبغيها باش يكون بيناتهم عهد ديال الحب الأبدي الوفاء أظهر شباب وكذلك الصحة والهنا. هذاك لونو رجع على مود في الجزائر تاع هذاك الوقت حتى وين بعض زارتيزون بيجوتي خدموه من الذهب والفضة. في 1840 جاء واحد لبيجوتي اسمه إدوارد مارشان عجبو بزاف الكونسيبت تاع لونو دامور الجيريان وخداه معاه لفرنسا ومن ثم رجع يتباع في كامل أوروبا ودخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية حتى وين استعملوه في ان غران فيلم ديال جيمس بوند واللي هو لوكازينو رويال وين لبساتو لاكتريس برينسيبال ايفا جرين واللي تتسمى سوفي هارلي وين هذيك لاكتريس كانت تمثل كامل الجوانب ديال لولو دامور الجيريان بيقول الحب الابدي والوفاء. Je trouve ce que c'est. C'est un nœud d'amour algérien. C'est vrai? Je croyais que c'était juste pour faire joli. Faux. Quelqu'un vous l'a offert. بعد الفيلم تاع جيمس بوند عقدة الحب الجزائرية صبحت مطلوبة بزاف في كامل العالم وين في بعض الأحيان السعر ديالها يوصل حتى لعشرين ألف دولار. هذه هي حكاية عقدة الحب الجزائرية.